بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ولادنا الغالين، عاوز اكلمكم في موضوع شويه غريب. هو احنا هنعمل ايه ان عشنا بعد الكورونا؟ لانه صحيح احنا لسه في جوه المعركه، وربنا ينجي الكل، ولينا رجاء ان ربنا يرفع عن العالم الوباء والفناء وكل الحاجات الصعبه المرتبطه بيها، ويشفي كل ولادنا وينقذ العالم بسرعة ويتوب ناس كتير قوي. يا ريت العالم كله يرجع لربنا اليومين دول. لكن جه في بالي سؤال، طيب بعد فترة ايا كانت قصرت ام طولت يعني، ونتمنى تبقى قصير، هنعمل ايه بعد الكورونا؟ الحقيقة قعدت افكر، هقول لكم اللي انا فكرت فيه. لقيت ان في احتمالات كتير. اول احتمال، وده اللي انا مخوفني، ان الناس هترجع تاني تجري في الدنيا زي الاول. كل واحد هيجري على حاله، بالعكس هيبقوا ايه يعني زي المسروعين عشان يعوضوا الخسائر ويعوضوا الاشغال. فتلاقوا ايه، اول ما الكورونا دي تروح لحالها ولا كأن حاجة حصلت. وطبعا ده من الناحية الروحية معناه ان كل التأديب اللي حصل ده او الانذارات ما جابتش نتيجة. في احتمال تاني نتمنى يحصل لعدد كبير من البشر، ان الناس تركز في ربنا قوي وتخاف وتكمل بقى، تكمل في النور ده، لا تعود تخطئ أيضا، فيبقى مكمل في اتجاه جديد بعد ما شاف الموت بعينيه. احتمال تالت برضو أتمنى يحصل بدرجات، إن الناس تحس ببعض. العالم كله النهاردة بيعاني ويحنوا على بعض، ونبص بقى المشاكل الأخرى ما كناش مركزين فيها، كميات فقر في البشر وموت من أجل الفقر وأمراض أخرى علاجها بالفلوس، بس الغنى الأناني مش بيوفر ده للغلابة اللي مرميين في العالم. أكتر من 80% من العالم فقير عنده معاناته اللي يمكن العالم ما كانش مركز فيها قبل كده. عندي احتمال تاني، إنه للأسف ممكن بعد ما تخلص الكورونا تلاقوا الناس حتى اللي ابتدت تقول يا رب ترجع، تقول الله طب ما كانت عملية طبيعية وقصة مرض وخف والدواء طلع والحكاية انتهت وما فيش ربنا ولا حاجة ولا ربنا له دور في القصة. وحتى اللي كان ابتدى خطوة توبة أو إيمان ممكن يتراجع عنها. ليه؟ لأن الحياة انتظمت مرة أخرى. اللي يخوف أكتر وأكتر إن الشر يكشر عن أنيابه ويتحدى إرادة الله. فالنهاردة في شرور كتيرة توقفت بالإكراه، مش كده؟ إنما في شر عاوز يرجع تاني ياخد 7 مليار كلهم مع جهنم، فيبقى راجع يعني بتحديات أعلى، وفي ناس هتمشي وراه. إذن في احتمالات كتيرة ممكن تحصل بعد ما الكورونا يعني ربنا يرفع غضبه عننا. عاوز أديكوا شوية خبرات من التاريخ عشان ما يبقاش كلامي مجرد إيه تخمينات. في سفر العدد إصحاح 14 في كلمة وجعتني قوي، يقول إن جميع الرجال الذين رأوا مجدي وآياتي التي عملتها في مصر وفي البرية وجربوني الآن 10 مرات ولم يسمعوا لقولي. الله، ده حصل مع شعب الله اللي مشي في البرية وشايف موسى بعينيه وشايف ربنا عمود سحاب وعمود نار بعينيه، وتأدب كذا مرة وكذا وباء في البرية ومجاعات وحروب وكل ده، 10 مرات لم يسمعوا لقولي. يعني وارد جدا انه مع كل التأديبات والانذارات ان الناس اول ما بتخلص بيرجعوا تاني. ودي تفكرني احبائي مش بتوع اليهود بس، بتوع مصر، ما هو كانوا 10 مرات برضو من الضربات اللي كانت واحدة منهم تعتبر وباء برضو، ايه ما اتعظوش. اللي اكد الكلام ده في كورنثوس الاولى 10 يقول لا نزني كما زنى اناس منهم فسقط في يوم واحد 23,000، ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحيات، ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. هذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. وأنا معلش عاوز أقول لكم حاجة من عاموس، لقيتها كده حسيت انها بترد على بعض الناس اللي عاوزة تقول اول ما كورونا تخلص كل الناس هتقول عادي عادي التاريخ كله كده وفيش ربنا برضو. بصوا في عاموس 3 يقول كلمة مهمة قوي، بيقول هل تحدث بلية في مدينة
والرب لم يصنعها. طبعا هو بيقول كل الآيات دي بصيغة الايه بيسموها الاستنكار، يعني فعلا الرب صانعها. فالناس اللي فاكرة ان كورونا دي مجرد حاجة عارضة وكأن الكون ده ملوش ضابط للكل وملوش ريس، ممكن يرجعوا تاني يقولوا الدنيا تمشي من غير ربنا. هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها؟ بس الآية اللي بعدها مشجعة أوي، إن السيد الرب لا يصنع أمرا إلا وهو يعلن سره لعبيده الأنبياء. إذا صوت الكنيسة النهاردة اللي عمالة تقول للناس يا ناس توبوا وارجعوا، ربنا يعلن سره لأولاده عشان يقول لهم مغزى ما يحدث. ونطلع الإصحاح اللي بعده هوريكم ما بعد التجارب، ما بعد التأديبات بيحصل إيه. يقول مثلا عاموس 4: أنا أيضا منعت عنكم المطر، بقى 3 أشهر للحصاد وأمطرت على مدينة واحدة ومدينة تانية لم أمطر عليه، عشان رحمة ربنا يعني، وجالت مدينتان أو 3 لمدينة واحدة لتشرب ماء، يعني احتاسوا لما المطر وقف، ولم تشبع، فلم ترجعوا إلي يقول الرب. إذا حصل نوع من المجاعة زي وقت إيليا، والناس إيه فضلت تجري تدور على المية لكن ما رجعتش لربنا. اسمعوا دي كمان: ضربتكم باللفح واليرقان، دي ضربة تانية، كثيرا ما أكل القمص جناتكم وكرومكم وتينكم وزيتكم، فلم ترجعوا إلي يقول الرب. يبقى واضح كل ضربة غرضها إيه؟ نرجع لربنا، ما رجعوش. بصوا اللي بعدها دي تخصنا بقى: أرسلت بينكم وباء على طريقة مصر، لأن وباء مصر ده كان مشهور قوي، الضربة اللي كلت كل يعني البهايم والحاجات دي، بس الوباء ما طالش أهل العبرانيين. قتلت بالسيف فتيانكم مع سبي خيلكم وأصعدت نتن محلكم، من كتر الجثث يا عيني الريحة بقت صعبة قوي، حتى إلى أنوفكم، فلم ترجعوا إلي يقول الرب. 3 ضربات جم على شعب الله، وكل مرة يقول كلمة واحدة: لم ترجعوا إلي يقول الرب. ده اللي مخوفني، ماذا بعد الكورونا؟ يا رب نكون رجعنا لك، ورجعنا لك بقلب جد هيكمل حياته كلها معاك. قلبت بعضكم كما قلب الله سدوم وعمورة، إذا سدوم وعمورة منسوبة لله لأنه هو صاحب التأديبات والإنذارات. فصرتم كشعلة منتشلة من الحريق، يعني اديتكم عمر كأن انتوا ايه طلعتوا من الحريق كده، فلم ترجعوا إلي يقول الرب. 4 مرات لم ترجعوا إلي يقول الرب. لذلك هكذا أصنع بك يا إسرائيل، من أجل أني أصنع بك هذا استعد للقاء إلهك، يعني مرة جاية هتقابلني، ما هو كل ده عشان هتقابلني، كنت عاوزك ترجع لي قبل ما تقابلني، استعد للقاء إلهك. إذا أحبائي، ماذا بعد هذه التأديبات والإنذارات؟ لازم نرجع عشان نستعد للقاء ربنا له كل المجد. خبرات أخرى من التاريخ في ملاخي، تذكروا أحبائي جسبي أشور وبابل تأديب شديد جدا على شعب الله اللي عبد الأوثان، ويمكن ده تأديب على الكنائس اللي اتملت أخطاء والطوائف اللي إيه تسهلت في الإيمانيات، والشعب المسيحي الممزق في العالم اللي خلط الإيمان المقدس بأفكار الدنيا، تأديب. طيب ده حصل مع الشعب اليهودي في العهد القديم، وجاء السبي والناس في السبي اتزلت وتابت. لما رجعوا من السبي في السنوات الأولى كانوا غيورين على التوبة، الكورونا بتاعتهم خلتهم ايه راجعين سخنين، وفي منهم ناس قديسين زربابل ونحمية وعزرة وبنوا الهيكل ورجعوا العبادة، وما فاتش كام سنة ورجعوا خابوا تاني، بدليل ان ملاخي الذي سبق المسيح ب 350 سنة اخر الانبياء بيقول كلام يخوف: اقوالكم اشتدت علي. طب ده بعد السبي، يعني اذا رجعوا خابوا تاني. قلتم ماذا قلنا عليك؟ قلتم عبادة الله باطلة. يبقى شعب الله في العهد القديم بعد كل التأديبات دي رجعوا يقولوا ايه؟ استفدنا ايه من الصلاة؟ استفدنا ايه من الصيام؟ استفدنا ايه من التناول؟ عبادة الله باطلة. وما المنفعة من اننا حفظنا شعائره واننا سلكنا بالحزن قدام رب الجنود؟ بصوا بقى التشكيك لما يبقى يجي في كل ما هو روحي. الآن نحن مطوبون المستكبرين، احنا عجبنا قوي العلماء وكلام الناس اللي بتتكلم بافتخار دي، والناس اللي حاسة الدنيا في جيبها دي، احنا دول اللي بيشدونا.
ايضا فاعل الشر يبنون، بل جربوا الله ونجوا، يعني اللي شتموا ربنا او تجاهلوه هم دول اللي عدت منهم. ماذا بعد الكورونا؟ الخوف، نبقى بنعمل زي اللي عملوه ناس كانوا خافوا ربنا قوي وتأدبوا وبعدين رجعوا تاني لطريقهم القديم. اديكوا قصص اخرى. شاول الملك، شاول الملك بدأ شخص روحي وبعدين تعرض لتأديبات. صمويل النبي كان ابوه الروحي وشده شدة جامدة، لكن شاول الملك مرة واحدة قال اخطأت لكن مش من قلبه، ورجع مكمل في سكته والعداوة ملت قلبه، في الاخر تواصل مع الشيطان والجان وهلك. ليه؟ لانه ما كانتش توبته كاملة. ضربات مصر وفرعون دليل تاني، كان ربنا صريح واضح جدا، حتى ان المصريين قالوا لفرعون الههم قوي، ما تعملش راسك براسه يا فرعون، ده اله حقيقي غيرك. انما فرعون يرجع خطوة ويطلع تاني، يكمل في الغل والغباء بتاعه والكبرياء بتاعه. الخوف بعد الكورونا، الواحد ينسى الصلاة وينسى الصوم وينسى التوبة وينسى الوعود اللي بيقولها ربنا. احكي لكم حكاية تاني من أرميا مرتبطة بحكاية ان الواحد يتوب مع الشد، وبعدين اول ما الشدة تخلص ايه يرجع تاني. ربنا قال لأرميا ايه في مرة؟ بعد قطع الملك صدقية عهدا مع كل الشعب الذين في أورشليم لينادوا بالعتق. أرميا طلع فيهم طلعة كده قال لهم حسب الشريعة لازم تعتقوا اخواتكم العبرانيين، لانه ما يبوش عبيد ليكم في السنة السابعة، لازم يطلق سراح، يطلق كل واحد عبده وكل واحد امته. العبراني والعبرانية حرين ولا يستعبدهما اللي هم اخواتهم اليهود. فلما سمع كل الرؤساء وكل الشعب الذين دخلوا في العادة ان يطلقوا كل واحد عبده وكل واحد امته حرين اطاعوا واطلقوا. حلو قوي، وعظة جامدة فوقت الناس وقالت لهم ما يصحش نزل في الناس بتوعنا دول، لازم نديهم حريتهم. طبعا السيد اللي بيطلق عبيد ده بيخسر شوي، لكن خاف كلمة ربنا وسمع الكلام. ولكنهم عادوا بعد ذلك، فأرجعوا العبيد والإماء الذين أطلقوهم أحرار وأخضعوهم عبيد وأم. عشان كده في نفس الإصحاح قال لهم عدتم ودنستم اسمي وأرجعتم كل واحد عبده وكل واحد أمته وأخضعتموهم ليكونوا لكم عبيد وإماء، هكذا قال الرب أنتم لم تسمعوا لي. يعني إيه؟ التوبة المؤقتة دي ما بتتحسبش عند ربنا، التوبة لازم تبقى مستمرة، والرجوع لربنا لازم يبقى موقف لا تراجع فيه. أنتم لم تسمعوا لي لتنادوا بالعتق كل واحد لأخيه، ها أنا ذا أنادي لكم بالعتق يقول الرب للسيف والوباء والجوع. تحط الوباء هنا كنوع من العقاب الشديد للي ما كملوش توبتهم، واللي ايه اول ما العصاية يعني هديت شوية رجعوا تاني اساؤوا. خدكوا في حتة تاني في اشعياء، معلش خلونا نتمتع بكلام ربنا حتى لو كان كلام شديد اليومين دول يفوقنا شوي. ماذا بعد الكورونا؟ في اشعياء حاجة شبه عاموس كده، ركزوا معايا في اشعياء 9 و10. ربنا يجيب شعوب تهيج على شعبه لانه شعبه بيعبد اوثان، يرفع الرب أخصام رصين عليه، دول ملوك المحيطين ببلاد اليهود، يهيج أعداءه الآراميين من قدام والفلسطين من ورا. فين لما الواحد يبقى حاسسها من ورا من قدام محاصرة كده؟ فيأكلون إسرائيل بكل الفم، هيأكلوكوا أكل. طب وبعدين مع كل هذا، بصوا الآية دي هتتكرر كم مرة، أرجوكوا احفظوها، لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد. ليه يا رب؟ ده الموضوع شديد، لسه ايده ممدودة بالعقاب. ليه؟ عشان مش راضين يتوبوا. لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد، مكمل في التأديب. احنا في اشعياء 9 و11، تعالوا نشوف بعد كده. الشعب لم يرجع الى ضاربه ولم يطلب رب الجنود، يقطع الرب من اسرائيل الراس والذنب النخل والاسل في يوم واحد، الشيخ والمعتبر الراس والنبي هيشيل كل الهدز وكل الايه المراكز اللي في اورشليم. وصاروا مرشدو هذا الشعب مضلين ومرشدوه مبتلعين، يعني اللي ما يقولكش توب النهارده، اللي ما يقولكش خاف ربنا النهارده صدقني بيضللك. لاجل ذلك لا يفرح السيد بفتيانه ولا يرحم يتماه، كل واحد منهم منافق وفعل شر،
مع كل هذا احنا ما زلنا في صح 9، لم يرتد غضبه ويده ممدودة بعد، لسه ربنا زعلان وإيده ممدودة. نكمل لسه كمان، الفجور يحرق كالنار، الفجور يحرق الناس كالنار، تأكل الشوك والحسك، تشعل غاب الوعر بسخط رب الجنود، ربنا زعلان، تحرق الأرض ويكون الشعب كمأكل للنار، لا يشفق الإنسان على أخيه، يلتهم على اليمين فيجوع ويأكل على الشمال فلا يشبع. ناس بتأكل بعضيها، منسى يأكل إفرايم وإفرايم يأكل منسى. مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد. هذه ثالث مرة، وإحنا لسه في أشعياء 9، ننقل على اللي بعدها، دخلنا في أشعياء 10. ماذا تفعلون في يوم العقاب حين تأتي التهلكة؟ لو تحط يوم العقاب الأبدي سمى يوم العقاب. حين تأتي التهلكة من بعيد، إلى من تهربون للمعونة؟ دلوقتي عندكم فرصة، اهربوا بالتوبة، اهربوا للصلاة، اهربوا بالمزامير، اهربوا بالمطانيات، اهربوا بالاعتراف. وأين تتركون مجدكم؟ أما يكسون بين الأسرى؟ أما يسقطون تحت القتلى؟ مع كل هذا لم يرتد غضبه ويده ممدودة بعد. أحبائي مش بخوفكم، أو صدقوني بخوفكم وبخوف روحي. ليه؟ وإحنا بنقول ارفع غضبك عنا، طب إحنا عملنا حاجة؟ خدنا موقف توبة؟ الخوف لو إحنا اليومين دول كنين كده ومركزين في ربنا، لتكون الحكاية مؤقتة. عاوزين نكمل في اتجاه جديد، عاوزين نوعد ربنا وعود لا نتراجع عنها، عاوزين حياتنا ما بعد هذه الأزمة تبقى مقدسة لله إلى الأبد. عشان كده أحبائي عاوز أختم موضوعي كده بعلامات التوبة الصادقة، التوبة اللي تعجب ربنا، التوبة اللي تفرح السماء، التوبة اللي ترفع عننا هذا الغضب وهذا السخط. قديس أنبا موسى الأسود قال كام كلمة حلوة في الموضوع ده. أيها الحبيب، ما دامت لك فرصة ارجع وتقدم للمسيح بتوبة خالصة، سارع قبل أن يغلق الباب، فتبكي بكاء مر وتبل خديك بالدموع بدون فائدة. دلوقتي في فايدة من الدموع قوي، وفي فايدة من التوبة قوي. اجلس وترقب الباب، يعني استعد للنهاية قبل أن يغلق، أسرع واعدم على التوبة. المسيح إلهنا يريد خلاص جميع الناس وإتيانهم لمعرفة الحق، وهو ينتظرك وسوف يقبلك. قديس أنبا موسى الأسود ركز على كذا نقطة في التوبة هقول لكم عليها. قال من ضمن صفات التائب الحقيقي أنه لما يصلي يصلي بحرارة. عشان كده أرجوكم يا أحبائي، خلونا اليومين دول نحاول نوصل للصلاة بحرارة. الصلاة بحرارة دي معناها دماغي دي بتصلي، مش لساني بس، إيدي ورجلي بيصلوا، جسمي بيصلي وأنا صايم، بخبط على صدري، بسجد للأرض، وبعدين بقول يا رب حرك قلبي الناشف ده، عاوز أحس بكلام الصلاة، عاوز أقول احفظني يا رب واحفظ العالم فإني عليك توكلت من قلبي، عاوز أقول ارحمني يا رب ارحمني عليك توكلت نفسي، تطلع من قلبي. حرارة الصلاة علامة من علامات التوبة، ان الواحد ما يقبلش ان صلاته تبقى جافة روتينية، بالذات اليومين دول. ونفضل طول العمر كل ما تقلب معانا صلواتنا الى الرخاوة والفريسية والشكلية، لا مش هي دي الصلاة، ما احنا دقنا الصلاة، احنا عارفين ان ربنا بيحب القلب السخن، القلب المنكسر. عشان كده الصلاة الحارة مرتبطة جدا بالتواضع. اللي شايف نفسه وحش وخايف من ربنا ومكسوف من عمايله وحاسس قلبه مش نظيف، ده فعلا الكلام بيطلع من قلبه وبيصرخ فعلا وبيبكي ومش فارق معاه حد يشوفه، خلاص هو بينه وبين ربنا ده كله. عشان كده أول علامة، علامة حرارة الصلاة، يدخل مع إحساس دائم بالخجل. يعني يمكن اليومين دول ناس مكسوفة وبتتوب وبتعترف، بس يا ترى هتفضل مكسوف من روحك دائما، ولا بعد شوية هتنسى روحك وتفتكر انك بقيت كويس؟ نفسي يا رب يبقى الخجل في قلبي لغاية ما امشي، افضل طول عمري خجلان من عيشتي وخجلان من تقصيراتي وشايف كل الناس احسن مني، عشان لما اقول ارحمني يا رب تطلع من قلبي. تاني علامة من علامات التوبة الصادقة عدم الادانة، ودي ركز فيها القديس موسى الاسود. قال ان التائب الحقيقي ما بيشوفش خلاص اخطاء الناس، من كتر تركيزه على خطيته
هو حاسس انه وحش، مريض بيعالج روحه، هو وقته يقعد يشوف امراض الناس. طول ما في دماغنا ايدينا، طول ما في عينينا ايدينا، طول ما في لساننا ايدينا للناس، صدقوني التوبة ضعيفة ومش هتطول، مش هتكمل. لكن احنا عاوزين نكمل بروح توبة صادقة، ان الواحد يحارب الادانة تماما، مش بس بالكلام، حتى بالفكر. يا رب ارحمني انا اوحش منه، يا رب استر علي انا اخر الكل، انا اللي عندي الخشبة اللي في عيني، هم عندهم شوية قزة، خليني انا في مصيبتنا. صدقوني لو الانسان تنقى من الادانة هتبقى علامة توبة مستمرة وتوبة صادقة. ساعتها هحترم كل الناس، هقبل كل الناس، هشوف كل الناس احسن مني، هبقى اخر الكل وخدام للكل. علامة توبة صادقة اخرى جماعة هي الجهاد او السهر الروحي او حب التعب من اجل الله، اللي بيوصلنا لما سموه الاباء كراهية الخطية، ودي برضو ذكرها القديس انبا موسى الاسود، لان ده راجل تائب، يعني ايه؟ من التائبين المثاليين. طب احنا بنتوب اليومين دول، لكن لسه الخطية ايه يعني في عينينا شوية. طب لما الوباء يقف والحكاية تهدى والناس ترجع حياتها طبيعية، هنرجع تاني للخطايا المحبوبة ولا كرهناها؟ ما احنا شفنا جايبالنا ايه، جايبالنا كده ايه، عربون للهلاك، احنا شايفين الموت بعينينا. طب ما المفروض نكره بقى الشر. يا محب الرب ابغضوا الشر، هنصلي ونقول له ساعدني يا رب اكره الشر، اكره المشاعر الوحشة، اكره الافكار الوحشة، اكره اي سلوك لا يرضي صلاحك. انا مش عارف اطلع من الحاجات دي، اغرس فيا ثمرة برك، خلي وضع الطبيعي ما يطقش اللخبطة اللي في الدنيا. هذه علامة توبة مستمرة وتوبة ايه، حقيقية صادقة مقبولة عند ربنا. ساعتها الواحد يفضل بقى بقية زمان حياته منتبه، لأنه عارف أنه ممكن يقع تاني، ممكن يرجع تاني، فيفضل حذر، ما ينساش أنه ضعفاته إيه، وعارف الشيطان بيدخل له إزاي، فيقضي بقية زمان عمره واخد باله قوي من نفسه عشان عاوز يخلص غربته على خير. علامة أخرى ذكروها الآباء والقديس الأنبا موسى الأسود، قالوا الإنسان التائب اللي دخل على الروحانية الحقيقية إنسان جزيل العطاء، سخي، رحيم جدا، يميل للرحمة بكل الناس، يحب الخير لكل الناس. عشان كده علامة من علامات التوبة إن الواحد يبقى يجزل العطاء. إحنا بخل على فكرة في عطاءاتنا، إحنا ربنا مدينا كتير قوي، إنما إحنا لما بنطلع حاجة يعني بنستخسرها في الناس. الإنسان اللي شايف الهلاك داخل عليه وشايف يستاهل الهلاك، لو أعطى الإنسان كل ثروة بيته لكن معاها محبة طبعا، يبقى هنا إيه، فعلا تقبل أمام الله. فتعبير من تعبيرات التوبة هو حب الرحمة والميل الشديد للعطاء بسخاء، لأنه الإنسان اللي لسه مشغول على نفسه بيحوش لروحه هو لسه مش تايب. التايب الحقيقي خلاص سمع الكنيسة من بدري بتقول له لا تكنزوا كنوزا على الأرض، اكنزوا في السماء، وفهم كويس ان هي دي السكة اللي توصل. يقولها بقى القديس أنبا موسى كده كتجميع جميلة، يقول أربعة يحتاج إليها العقل كل ساعة، دي كلمات القديس موسى الأسود: الصلاة الدائمة بسجود قلبي، محاربة الأفكار، أن تعتبر ذاتك خاطئا دائما، ألا تدين أحدا. كلمة جميلة قوي. وكمان كلمة تانية يقولها القديس موسى الأسود: أربعة تحفظ النفس، الرحمة لجميع الناس، ترك الغضب، الاحتمال الدائم، إخراج الذنب، وطرحه من القلب بالتسبيح. ربنا يدينا نعمة إن احنا نتوب توبة صادقة ونكمل التوبة بعد انتهاء الأيام الصعبة دي، بحيث نكمل حياتنا بشكل جديد يليق بأولاد الله. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.